اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، تحياتي من هذا المنبر. خوتي الاعزاء، صباح النور للجميع. موتا غراسياس لا جينتي كي ميسي دو الموندو، موتا غراسياس اكي كاتالونيا من الجين دو برازيل سود امريكا، اجينتي موي بوينا تامبيان. تينغو سيغودوريس دو سود امريكا تامبيان، جينتي تينين اون غران كوراسون. اخوتي الاعزاء، تحياتي من هذا المنبر، ونشارك معكم هذه الدويحه كنديروها الصباح، يعني النشاط اللي طلع يعني مع الدويحه هنايا، كنشاركوها مع الاخوان ديالنا. حنا كفنانه كنديروا هذا الفن هنايا، وكنشاركوه مع الاخوان ديالنا، يعني علاش لا؟ انا نصبحوا عليكم يعني بالطبيعه، وهذه وحاجه زوينه، وهذه كفنان كيعجبني. ولكن ولفنا عليكم نديروا معكم، يعني كنشاركوا معكم يعني دائما، يعني نشاركوا مع الاخوان ديالنا ونضحكوا شويه، ماشي دائما نجيو غير مزروف وتعبانين. يعني دائما يعني كيكون عندك يعني ناس بحال عائله وكتوحش لهم، يعني هذا هو اليوتيوب، وهذه هي اللي حنا كفنانين كيعجبنا، يعني القلب ديالنا بيض، يعني اي فنان دائما تشوفوا شي نمشي نهرب قلق ولا هذه، يعني امر طبيعي. ولكن حنا كنعملوا غير الطبيعه، شتي راه القلب ديالنا راه بحال هاد الطبيعه، يعني كنبغيوكم وكنشكروكم. وخوتي العزاز يعني دائما كدعمونا، دعمونا يعني كديروا لنا يعني تعليقات زوينه، وكي يعني كيشرفونا يكونوا عندنا الناس ايضا نقيين وزوينين. خوتي العزاز، حنا دائما كندافعوا على المراه المغربيه، رجل مغربي، انا كمغربي ومغربي الحياة ديالي على برا، يعني ما كنحملش يعني نشوف على بلادي ولا على ولاد بلادي ولا على انسان طيب في ما كان. وهذا واخا الانسان، واخا تكون مرا في العالم ويعني نشوفها مظلومه، نقدر ندير نهضر عليها، علاش لا؟ فعلا يعني الانسان خصو دائما يكون واقعي وقلبه. حنا كفنانه يعني راك تشوف، ماشي زعما القلب ديالنا بيض وكنبغيو الخير. وهاد اليوتيوب يعني راه كيعرفك على ناس يعني زوينين صح في العالم، ما نعرف شي ناس من العالم، سود امريكا، اندونيسيا، تركيا، الدول العربيه، اوروبا، يعني وهادشي هذا كيفرحنا نعرفو. يعني حنا غادي المساعدة هاد الدنيا هادي غتبقى هنا، الانسان ضروري خصو يكون يعني يضحك ويا هادي يكون قلبو مزيان يبغي الخير للناس. وهذا علاش انا تكلمنا على الاخ علي ويصار، يعني ماشي زعما شحال من واحد غادي يقول. حنا هضرنا على الانسان اللي كيمس الشرف ديال المرأة، وامنا يعني راها امراه، امنا حواء يعني المراه، يعني امنا حواء، يعني علاش حنا ما يجينا وهذه باش هنا كنهضروا على المراه، اي مراه كتعرض يعني الله سبحانه، ماشي ماشي باش انا باش دخلت لهذا ونقول تحياتي يعني المتابعين ديال ويصال، هما دخلوا عندي كتبوا لي هذه وزعما طيبين وهذه، يعني ضروري الانسان ما كيكون يبغي واحد مرا شريفه عفيفه نقيه، وهذه ضروري ما كتكلم عليها، وحتى سعاد تكلمنا عليها مسكينه، حتى هي الناس اللي كينجحوا في حياتهم دائما كيتعرضوا للحسد، الاذى. يعني شفت انا سعاد حتى هي مسكينه تكرفت، علاش؟ لو كان دابا غير جالسه في الدار ولا ما تسوى والو، يعني قالت واحد ما يدي، ولكن ملي كانت هي مسكينه عندها ديك المهنه شريفه ديال الحبسي، الناس راك تشوف ينوض كاع يديروا لك كارثه وهذه، وتبدا تعذب في حياتك على هو. هذا هو المشكل، باش حنا كتبقى فينا المراه على حسب الام ديالنا، مراه وفيها خصنا وفيها كلشي. يعني علاش باش كنهضروا شحال من واحد يقول لك مالو مع شحال من سوا، يقول لك اي انسان. حنا كنتكلموا على المراه، ماشي يعني الام ديالي، انا مراه ومغربيه وافتخر على هادشي كنهضر. خوتي العزاز، ما نطولش عليكم، ندخلوا في صلب الموضوع، ما نطولوش عليكم بزاف باش ندخلوا نهضروا على هذا. علاش انا علاش تكلمت على هذا وصال؟ يعني تعرضت لواحد الشيء يعني ما كيشرفش بالمراه المغربيه، يعني واحد طيح راه ساهل تهضر، نخرج انا دابا نقول شفت يعني فهم بزاف المتابعين ديالي ولا نمشي تهضر، علاش يقدر يعني كطيح بواحد انت تقول لك انا غدير غطلع القناه ديالك، وكطيحت شحال طيح دا ولا عالم ديال النساء تبارك الله، غادي تجي انت باش انا نطور. لا يعني هنا باش ما عجبناش الحال، ماشي زعما دخلنا كنهضروا على وصال وعالي وهذه، يعني بهاد يعني حتى قسيت دخلت وشوف الناس كيدافعوا، علاش لا؟ ملي دخلنا شفنا هذاك الكب جبلي، يعني خدم محترم، ناس يعني في المستوى، وكنشوفوا ديك المراه يعني
يعني درويشه، ماشي زعما شي واحد اللي يعني كاين نوع البشر غير كتشوفو يعني ضعرف يعني، ولكن الانسان كيكون غير الطيبوبه ديالو، الانسان كتهضر معاه كيطلع الدم في وجهه، علاش هذيك الانسان بريئه واحد يتنزل علاش؟ انت باغي تركب على موجه ولا؟ شوف خوتي العزاز باش نهضر معاكم، يعني شوف هادشي كامل كيجي من الكره والحسد. انا وصلت بالي وجه الناس ماشي يديروا بحالك انت، يمشيو يخدموا يقول لا يشوف هذا كيجبر تطلع فوق، يقول لك باش غنوصل له هذا غنوصل له، غادي نبقى يعني ندير شي حاجه اللي حاليا يعني غادي نمشي ندير عليه الكذب، غنمشي لمرتو نمسلو المراه نمسلو، يعني شوف الانسان فين كيمشي زعما باش يقدر باش نقدر نطيح الانسان غادي يعني المشكل. ما كتشوف ديك الشيء راه كذب، شي كامل ماشي صحيح. لو كان هادشي عندك صحيح كنا غنجيو معاك انت، واحد الانسان يعني انت ماشي مزيان كتهضر مزيان، وهاد الانسان حنا كنا حنا ماشي طنطوش، اي واحد يعني في العالم راه اليوم غادي يتفرج غيعرف يشوف شكون اللي كيأدي وشكون اللي ما يأديش. كنا شفنا انت واحد الانسان كاملين فيكم زوينين، والدليل على ذلك واش انا مثلا انا غنشوف واحد جا ودار وجا دار فيك الخير، انت نشوفك عارفين انت كنتي لا شيء يعني متلوف ما معروفش يعني على الساحه ديال اليوتيوب، رجع واحد الانسان طلع وخدم وتعذب وتكرفس وهادي وصل وجا قال شوف هذا من العائله ديالي ياك، هذا مع عائلتي وهذه مع عائلتي وهذا يعني هو هذا واحد الغلط، وهذه باش تعرف علاش حنا كندافعوا على ويصال وعلي. هاد النيه اللي فيهم هذه النيه، الناس نيه، وكتشوف شي واحد حرايمي وصل واه يطور يقول شحال واحد وصل جبر الصاك ديال الفلوس بدا عاد الناس في السوق اجي نقسم معاكم، لا يعني انسان ذكي غادي يقول هذا لي بوحدي علي ويصال. علاش حنا كندافعوا شحال تبارك الله كنشوف عنده واحد شي ناس كيدافعوا عليه وكيدخلوا عندي وهاد كاع باش تصعيقه زعما ناس طيبين، يعني واش هو وصل؟ لو كان هاد الانسان باش نمشيو حنا معاك انت كنشوفوا العكس، العكس صحيح، واش الانسان هو وصل وتفاعلوا معاه الناس من العالم وجا قال راه نخرج عندي هنا واحد الحاجه ما كتعرفوهاش، قال هذا غادي تدخلوا لعند هذا مثلا هذا من العائله ديالكم دخلوا حنا بغيناك، واخا قلنا دخلوا الجهنم غندخلوا يعني نورمال، هذا هو البوبليكو ما كيبغي شي واحد بحال كره خرج لي هذيك عاود دابا هي قال لك دخلوا لعند هذي هي كانت معانا ومن العائله دخلوا لعند. كنشوفوا دابا الانسان واخا يكون حماق عباد الله واش واحد الانسان شحال خدم وشحال باش وصل لك ودارك في الاخر تقول لا وهذا ما يسواش، وفعلا ما يسواش علاش؟ اللي كبر لك يعني اللي ظهرك للناس ديالو، حسب لو كان الانسان مش الناس هذو يصلوا عليه مش نيه وناس طيبين وقلب مبيض ما يدخلوش هاد الناس اللي يشوف القلب مع القلب، واحد يدخلك ويوصلك ويعطيك ويديك الدور الدم، وحتى الجمهور خاصو يكون يعني سكران، حتى المتابعين خاصو يكون دائما مقرقه، وهذاك يقدر يفطن يقول لك كيفاش واش هاد الانسان الناس هادو واش عندهم الكرامه ولا ما عندهمش الكرامه ولا ما عندهم، واش الناس هادو كيستحمرونا حنا؟ حنا كنعرفوا الانسان والناس كيشوفوا يعني تاتيك المشاهدين غيخافوا منكم انتم، علاش؟ يعني كديروا شي انتم الا طلعتوا غادي تقبسوا المجتمع، يعني لك الله سبحانه، علاش الله سبحانه كيعطي حد قد كل واحد وقد قلبه، علاش الله سبحانه جبر واحد يعني وصال وطيب وهادي؟ راه الله سبحانه عز وجل يعني ان الله بما تعملون بصير، بما تعملون بصير، يعني الله سبحانه كما في القرآن يعني ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. الله سبحانه لو كان شافكم انتم فيكم الخير كان انتم الاولانيين تبقوا عادي وترجعوا اللور وتبقوا كاع اليوتيوب كامل، علاش؟ الله قال إن الله بما تعملون بصير، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله إن الله بما تعملون بصير. يمكنش انت باش انا كمتابع ديال علي ويسر ولا الزروالي ولا يعني باش تجي انت تقول لي لا هذاك
لا وانا كنشوف كاين شي بنت الدار مسكينه، المراه مثلا انت شفتي هي ما عندها، الناس كلها تاسفت وخايدي، ولكن اعمل لها الدار، اعمل لي انت لها الدار، ولا انقذ لي هاد المراه مسكينه ما عندها لا بسلمه لا لا بابو لا طوالت لا والو، لا دار، عايشه في العاده في حرب مع الاولاد ديالها. دير انا الشغل ديال يعني مشاكل الانسان. شوف الناس اللي كيديروا خير، دخول هو هاد العائله كل واحد مشى، ديك المراه مسكينه اش من ذنب عندها، هي مسكينه كبيره والله، كيفاش الفقر فيها مسكينه، وهو فسح لها بيبقى الله سبحانه ورضا الوالد. هو ديك المراه مسكينه دابا هي مرتاحه في الدم، قيئه ديالها حتى شي واحد ما بقاش، يعني ديك المراه مسكينه بقى تدعمها الانسان تموت والله. ولكن ملي كيعمل الخير هاد عالي وصال، يعني كيهضروا على مقبره ولا تخربك، يعني ما كاين لا مقبره لا والو، راه غير حسد. من انتينا خصك دابا تجيب غير الكذوب، هي ما تجي من الكذوب، المراه ما عاد السعودي ما عاتياش تعطيني هذا الشيء. هذا الانسان ماشي يعني حنا كناكلو تشرب، راه حنا بشر، تقدر باقا مقلوبه عليك تما، راه حنا وصلنا يعني يعني لواحد الحوايج اي واحد غير كيخرج كنعرفه كان صادق، يعني قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الله هو الله قال في الايه القران الصادق، يعني وصل الله سبحانه قال هذا غادي يكون السافر، يعني دائما السفهاء غادي يكونوا كثير في هذا الوقت في هذا القرن هذا. هما هادو واش انسان داخلك كاتب دابا، انا واحد دخلت عليكم بالله، انا ضربني ندور ضربني ندور، وجا واحد الانسان من العائله ديالي صلح لي الدار، شرا لي، تبع لي، طهر لي، زوجني، يعني افتح لي قناه يعني دخلت عليكم بالله. الا كنتو نتوما مشاهدين او انسان او مسلمين وغتموتوا، يعني شوفوا الحق فين، واش الانسان اللي كيدير الخير واضح فيك انت كنت، وفي الاخر نرجعوا حنا معاك انت، اسمع منافقين حنا نرجعوا مع واحد الانسان ما كيشوفش الخير. خوتي الاعزاز ما نطولش عليكم، ما تنساونا شي باللايك والاشتراك، تحياتي من هذا المنبر. خوتي الاعزاز اعطيونا شويه ديال لي لايك، اللايك وهذه يعني باش يطلع الفيديو يوصل يعني للناس يوصل. شكرا خوتي الاعزاز ما نطولش عليكم، ومع السلامه.